هكذا التواصل والحفل الكريم في هذه اللحظات وبهذه التحديات مع القعدان بعدما شاهدنا قطنة وحدة الناموس صلاح ابو شعر يستاهل التحية وسلام ابو دريك سلام في هذا المساء. القعدان تنطلق بحفظ من الله ورعاية انطلاق موفق نتمنى لجميع المشاركين في هذه اللحظات وبهذه التحديات المميزة. ناخذ ما قدمت الشوط سهم بشير محمد يتقدم مع المركز الأول في هذه اللحظات بينما المركز الثاني شوف القدوم من خلال تواجد أيضا الطليلي مع المركز الثاني وخالد عبد الباغي أو خالد علي عبيد يتقدم بدوره مع المركز الثاني. المركز الثالث شوف القدوم في هذه اللحظات وبهذه التحديات. يا سلام هناك من الطرف الآخر عطني هذا هو التقدم شاهين محمد أو محمد عبد الباقي أو محمد صديق يتقدم بدوره في هذه اللحظات وبهذه التحديات أو عمر الصديق نعم يتقدم بدوره في هذه اللحظات. قدوم مع المركز الثالث من خلال اسم آخر يتقدم أيضا ما شاء الله ضيف يقدم مشاهد الكرام في هذه اللحظات. بدوي يتقدم بدوره في هذه اللحظات مع المركز الثالث اللي كان بعود مع المركز الأول مع المركز الأول. يا سلام شوف سهم وهو مثل السهم سهم مع بشير محمد يتقدم بشير محمد علي يتقدم بدوره في هذه اللحظات. سلام وين السلامات الله 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 اللهم القبارك تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني قدم العرض ما فيه الكفاية اللي هو أيضا الطليلي وخالد علي عبيد خذ المركز الثاني ومركز الثالث الوصول. أيوة الحفل الكريم والتقدم مع اللي هو ضيف بدوي جنزير نعم جنزير يتقدم دوره مع المركز الثالث في هذه اللحظات. توقيت الزمني مشاهد الكرام دقيقة لا شك وهناك أيضا 45 تهانينا وناموس والسلام. أما القضارف سلام أو القضارف نعم تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار. تقبلوا تحياتنا وإلى الملتقى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.